يقول ربنا سبحانه بيدك الخير، بيدك الخير أي والشر، ذلك كله بيد ربنا سبحانه، لكن استند إليه الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقول في مناجاته لربه: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. يعلمنا ربنا كيف ندعوه، كيف نتأدب في الدعاء. لماذا يعلمك هذا؟ لتحسن الدعاء، لتأخذ الإجابة، لتنال ما ترجوه، تسأله في دعائك. وهذا من عظمة هذا الرب الكريم سبحانه.